صباح الخير. اليوم بفيت بيت رح نكون عم نشتغل اكسرسايزز للور بودي، تحديدا لعضلات الجلوتس. رح نكون عم نشتغل كل انواع الثراستر، يعني رح نشتغل سيتد ثراسترز، رح نكون عم نشتغل بريدجز اللي هن كثير تمارين مفيده لعضلات اللور بودي وللجلوتس. رح بلش باول اكسرسايز، ما رح كون عم حط أوزان أبداً، رح أرجع أشتغل نفس الإكسرسايز مع وزن. رح كون بهيدي الوضعية مثل ما شايفين، رح أطلع رح أعمل سكويز، رح أقرب الهيب لقدام وأنزل كأنه عم بشتغل سكوات بس أنا وقاعدة. ثلاثة عطو مجال للحركة على الآخر، تمرين خليه ياخد وقته. ستة سبعة مع سكويزز، ثمانية 10، بعد مرتين، مرة، آخر مرة، ومنريح شوي. هلأ رح نشتغل نفس الإكسرسايز، رح كون عم بستعمل الباربيل مثل ما شايفين، رح كون عم طلعه لفوق راسي بهالطريقة عكتافي، رح انزل كمان الهب لورا نفس الطريقة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، بعد مرتين، مرة وآخر مرة، اثنين كمان. رح أرجع كون عم بشتغل نفس الإكسرسايز بس بفارييشن جديدة، رح كون نايمة على الأرض بهالطريقة. رح جيب الباربل لعندي، حطه على الورك بهالطريقة، رح أطلع مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، بعد مرتين، مرة سكويز أب، اثنين، وبريح. بطلع بسيح الباربل. بعد ما نكمل معكم عم نشتغل هيك سيركت ورا بعض نون ستوب لنستفيد أكتر. رح كون عم حط إجري على الكرسي، رح اشتغل بريدج بس بطريقة إليفيتد، كعب إجري على الكرسي بهالطريقة وعم بطلع 1 2 سكويز أب، 3 4 5 6 7. دايما خلوا تشست كنترول، ما تطلعوا بالصدر، طلع دايما بالهيب. بعد مرة، آخر مرة، صاروا 12 هولد، وبريح. ريح إجري، بريك صغيرة 10 ثواني، ننتقل لآخر تمرين لليوم. رح كون عم بشتغل على الكرسي كمان، رح استعمل الكرسي كسبورت ظهري بهالطريقة. فيني أكيد تكون عم استعمل وزن كمان أو بلا وزن، كمان هيدا الثراستر فارييشن من الثراستر إذا بدكن. رح أنزل وأطلع 1 2 3 4 5 6 7، طلع دايما بالورك 8 9 10، بعد مرتين وآخر مرة، up, squeeze and down. Break 2 minutes قبل ما نرجع نعيد الجولة الثانية. رح نخلص بالستريتش اكسرسايز، رح نكون عم ننزل الكتف شوي، بحط اجري بهالطريقة، بشد اجري، ايدي لورا، ستريتش كمان، switch sides بهالطريقة.
بأي حالة دقيقة قبل ما أرجع عيد على الأقل جولتين لكون عم بستفيد الماكسيموم من هيدا التمرين اللي كتير حلوة للور بودي. بتمنى لكم مثل العادة نهار حلو، نهار كله إيجابية، وبشوفكم بتمارين جديدة بكره.